وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال قال سالم كان عبد الله يصلي على دابته من الليل وهو مسافر ما يبالي حيثما كان وجهه قال ابن عمر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحله قبل اي وجه توجه ويوتر عليها غير انه لا يصلي عليها المكتوبه